بالراسه ولا قاوله تربي مسيح العسل. هذه قصات اي ارشيس ولا مش غير ارشيس، اي واحد كيدير اي حاجه كديرها الا ما بقاش يشتغل من دوك الناس الاقرب لك، هذوك الناس الاقرب لك ديالهم بصح فهمتي، لا ما بقاش خدمه من الدعم كتكون انت ديجا بادي خاسر فهمتي. بلاك لازم راه خسروا البكارة، بلاك لا راه خسروا الكرامة، بلاك اصلا في النهاية الكرامة عبودية ظلمة راه عايشة في ظلامة. ها هادي لا دنيا لا دين، هادي راه شلالة خلاتني كفيل، جولت الراس وعطاوني الكفيل، فتنا انا الدراري كيغوم شو عطينا لهاش. واش الدراري واش الدراري كتشوفوا معانا الوزاني، واش غير الوزاني واش اشيري فين مزيان شي وداد. الحمد لله الله يحفظك. ايه تشوب عليكم الدراري، واش ما تمنيش ان شاء الله. الله يحفظك تشوب تشوب. وين الوزاني؟ الناس اللي ما تعرفوكش وحتى الناس اللي قاعد تعرفوك، عطينا واحد شي شويه شكون هو الوزاني، شنو هما اهم اللعيبات اللي خدمتي؟ الواز الثاني وسميه بعدا كاين وايز زوانيني، سميه نحاول نجيبها من الكنيه ديالي الوازيني، سميه ديالي محمد، ود كازا حي القدس بالبرنوسي باتريز يونايتد. كيفاش جات هذيك الكنيه زعما كي ندير وايز زوانيني؟ جات من الكنيه مباشره، يعني شديت الكنيه ديالي وازيني وزدت على نمبر 1، شدات هذيك دابا الكنيه ديالي شدات هذيك نمبر 1 ويتشاكولا ويتنوض فيها واحد الابسي الوسط، هذيك الابسي طلع شي هي الواحد فهمتي العيش، ويطلع هذيك ويز موني فهمتي العيش كيفاش، المهم يخرج بها هذيك ويز موني. المهم بالنسبه لي بروجي ديالي زعما كل اللي خدمت في الموسيقى، المهم زعما اللي معروفه شويه مزيان هي الشلاله، لا زعما لي بروجي الاخرين اللي مخدومين زعما كاين اوزيل، كاينين لي بروجي فهمتي زعما بنادم هادشي بالسامع لي زعما بنادم اللي معروف به بزاف هي الشلاله، لا زعما هي اللي دايعه واحد شويه. وكاين لي بروجي اخر كيما قلت لك اوزيل، كاين كود بين، كاين دريل، كاين بزاف ديال لي بروجي فهمتي. كنا سمعنا واحد ديالك داك ياكوزا، ياكوزا مع مايك شحن من مول مايك من برشا، هو ياكوزا بلان هو فهمتي، كنا خدمنا مع بنتي في الرباط، الصاد الله يعمرها دار فهمتي، الصاد اللي في شكل الصاد في شكل ديال بصح. المهم هذا هو البروجي كنا خدمناه تما، داكشي جات فهمتي زربة، ماشي ما كناش مخطبين ليه زعما ولا شي كبير ديال الوقت اش خرج. هذا هو لاز لاز لاز. وكيفاش الوزاني ولا الوزاني بدا تيرابي؟ كيفاش القصة؟ كيفاش بدات اللعيبة؟ استاذ اخي استاذ، دابا راه رجعنا ل 2008 2007 2009 فهمتي، هاد الوقيته هادي فين بدات الموسيقى بالنسبه لنا، فين بدا الراب عندنا زعما فهمتي. كنت استاذ انا واحد الدري ودربنا، يعني دار ملاصقه مع دارنا فهمتي، كان هو ديك الساعه كان الاي كي اي ديالو بي فور، انا كان الاي كي اي ديالي اي كي اي اخر فهمتي، اللي تخلصت منه لواحد الشوائب كانوا لصقوا فيه. المهم علينا، كنا مع بعضياتنا، كان هو الكومبوزيتور ديالي، يعني اي حاجه كتبغي نخدمها ديال الموسيقى هو اللي كان كيكومبوزي لي ديك الساعه، كنقول لك 2009 فهمتي الساط، يعني راه الساط ود الوقت فهمتي. كان خدام على لي بروجي ديالي، كنشوف شي لعيبه عجبتني فهمتي، بحال اكثر ديال البلانات اللي كنت خدمت كنت انسبيرا من شي واحد فهمتي، هي ماشي كنت انسبيرا، كنت كندير لي كوبي كولي ديك الساعه فهمتي، كنسمع بحال دابا فلوريدا، كنسمع شي واحد دابا في امريكا كنجي كنقول له فوالا بغيت نحط بحال هاد اللعيبه هادي، كنحطها في الفيرسو ديالي فهمتي. المهم ولكن هو كان كيدير لي يعني كيعاود يحط لي الانسترومنتال بطريقه اخرى، يعني ما كيبقى ماشي بحالو، ماشي هو كوبي كولي، ولكن المهم خديناه منه فهمتي. صافي بدا العيش بحال موكاك، بقيت غادي بحال موكاك الصاد شي 2013 واقيلا، ما عقلتش مزيان بالضبط في 2013. المهم كانوا خرجوا لي بروجي ديك الساعه بهذيك الاي كي اي اللي كندوي عليه الاول، كان خدمت بزاف ديال اللعيبات، صاد ما بقاش عندهم علاقه بالموسيقى، دونك حبست الموسيقى. المهم مشى لعالم اخر فهمتي، بعاد على الدومين ديال الموسيقى. صافي انا بديت راسي عاوتاني، كملت هذاك العيد ديالي حتى 2015، وقعوا شي مشاكل، حبست الموسيقى من 2015 حتى 2021. طب في 2021 بديت، ولكن حاولت انني نبدا بواحد المهم كارير جديده زعما، دونك نبدا بواحد السميه اللي ما عندهاش علاقه بالسميه الاولى فهمتي. صافي باش فكرت كيفاش غادي نجيب شي سميه جديده، المهم لقيت راسي في راسي فهمتي، حاولت نجيب لي ديبوز اللي كتكون ولا نخرج بها فهمتي. صافي البلان، اول بروجي الصراحه خدمت في 2021، بعد ما عاودت رجعت زعما للموسيقى، اول بروجي خدمت فيه مع واحد الصوت، كاين صوت روسي فهمتي، سميتو ساند بيتش،
روسي هذا اي كي اي ديالو هذا روسي. المهم اول بروجي خدمت معاه خدمت مع هاد شنغن، من وراه خدمت مع دون سايكو. دون سايكو ارتيست مغربي اللي كتعرف يعني مغربي عايش في المان، دونك راه داير السميه ديالو الحمد لله في المان السيد هذا. وعاوني بزاف صراحه دون سايكو هذا، عاوني بزاف في ديك الوقيته اللي شفت فيها دون سايكو من هذا من بعد. دون سايكو في هذه الوقيته انا جيت لقيت الموسيقى ما مشيت كيف ما خليتش انا فهمتي. دونك الموسيقى انا شنو نقول لك، شنو عارف يمشي فهمتي، شنو عارف انا خاصني نخرج شي حاجه غنلوح عليه وجهي. خرجت لقيت ما تعرف الموسيقى ولاش كتدخل الفلوس زعما في اليابان بزاف ديال الكوراج. دونك فهمني بزاف ديال الحوايج، وراني بزاف ديال الحوايج، وتحيه للمارك الكبار هذا راه كان كنقولها ديما وكان يوتيوب شو صافي. ومشي ضربت معاه ضربت معاه تراك ديال الريل، وبسبب هذاك التراك هذاك يعني تفهمشي بداو كيتحلوا لي شي بيبان باش انا نقدر نكمل فهمتي في الكارير ديالي. حيت لحقاش هذيك الساعه فاش انا بديت الموسيقى ملي عاد رجعت لها مش رجعت زعما باش نكمل في الكارير، ولكن رجعت وغير حيت كنبغي الموسيقى فهمتي، حيت كنبغي الموسيقى داك الشيء كنديرها زعما باش نتبس. داك شحال ما طلعتش انا كنستشهد هما ديك الوقيته وباقيين عندي دابا ما خرجوا من الاول، ما كنتش مسك لي مانو ولا 20 ديال فهمتي. هذا هو الظاهر. شفت عندك في البايو ديالك في الانستغرام ديال الدرابو ديال المغرب والدرابو ديال البرازيل، شنو العلاقة ديالك بالبرازيل؟ باقي كندوي على دون سايكو صافي، ما ندوي على اللعيبه اللي باقي كندوي عليها. دونك هذاك الدري اللي كنت ضربت معاه دون سايكو بحكم انه لاحق لاشين ديالو هو عايش تما في المان، دونك واحد الشركه برازيليه سميتها جي ان بي فور، هذه الشركه ديال التوزيع وديال الانتاج بالنسبه للالعاب وبالنسبه للتشابي. دونك التشابي داخل فيه موسيقى، داخل فيه كوميديا، داخل فيه جميع العلاقات، اي حاجه عندها علاقه بالتشابي. دونك شافوا التراك ديال ما شفنا تشانسلو بيه في الانستغرام، دو معايا قال لي فوالا راه بغينا ندوي معاك هادي، عطا لي الكونتاكت ديالهم، دو معايا في الشيما، سافروا لي شي معلومات، المهم تفاهمنا على شي حوايج صافي. سنينا سنيش معاهم على عام ديال اي كليب غنخرجوا زعما غادي تكون فيه الكولابو ديالكم، وهما غيكونوا مكلفين به زعما كاين هما اللي يديروا الانتاج ديالو. ضربت معاهم العام الاول ديال 2022، ضربت معاهم 2023، ودابا غادي معاهم 2024، دابا راه عندنا عامين جديده. المهم غادي معاهم الحمد لله، وكنشوف بزاف ديال واش لحقاش كنت مركز على راهم بزاف الصراحه، ولكن فات 2024 كاين لي بروجي ان شاء الله اللي يخرجوا، وديجا راه واجدين فهمتي، ديجا راه واجدين لي بروجي ان شاء الله اللي يخرجوا. كانوا يخرجوا في رمضان وباقي ما عرفناش، باقي كنتردد واش نلوحوا في رمضان ولا رمضان. المهم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله رمضان كان احسن ان شاء الله، فهمتي تلقى الوقت ديالها راك عارف رمضان ما غاديش يدير تربيه الشيخ ديالها. لا راك عارف شوف رمضان الودن ما كتبقاش موسيقية فهمتي، ما يصلحش ما يصلحش. شوف فهمتي الودن كتشوف في رمضان ثم يا عقرب الى كتشوف. الله العزلز، شنو تقدر تقول لنا على هذا البروجي؟ شنو نتوقعوا على هذه اللعبات هذو اللي قلتي ديجا واجدين وغيتحطوا مور رمضان؟ شنو نتوقعوا؟ واش كاين مثلا ديفيت مع شي ارتيست من البرازيل ولا كيفاش البلان؟ شو صراحة اللي فيه ديال الارتيست من البرازيل كاينين جوج، ما كاينش من البرازيل، كاين واحد من البرازيل، كاين واحد من الدومينيك من الدومينيكان، واجدين هادو ديجا خدمناهم لي بروجي ولكن باقي محطوطين كماركات ما خرجوش من والو، ماشي هما اللي كندوي عليهم. دونك لا نقدر نقول لك عليهم، كاينين جوج ديال لي فيتش زعما كاين خارج على لي بروجي ديالي، كاينين جوج ديال التراكات، كاين تراك عندي واحد يخرج كليب واحد يخرج عادي، غيخرج بلا كليب، وكاين عندي جوج تراكات اخرين اللي واحد فيهم فيتش مع واحد الارتيست اللي هو الاصل ديالو سوداني لكن عايش في الانجليز، وارتيست اخر اللي هو تونسي عايش في تونس وعنده الكلمه ديالو في تونس. هو السيد نقدر نقول لك من الناس الاولين في تونس يعني في موسيقى تونسي يعني خصوصا في كتبوا على الراب. اي تشوبي تشوب. وكاين شي لعيبات ماشي داري مغاربه ولا مازال؟ لا الصراحه مغاربه ما كاينينش عندي في هذا الوقت، نركز على الامتحانات لحقاش انا ايش بدا بصراحه فهمتش. دابا انا في شركه الدومين، خصوصا هذوك الناس اللي كنت كنعرفهم وانا كنت بعاد شحال الدومين واحد الوقيته جيت لقيت بلاد مزاد واحد الخطوه فهمتي. دونك بلاد اللي زاد هذيك الخطوه تيق راسه فهمتي، ولا كيكون انا وصلت للشهر راه درت انا راه عارف ايش كيفاش فهمتي. دونك كنقدر نطلق يعني بحال هكا، المهم خلينا بلاد كلها على راح شغل. دونك حتى راه اللي سمع شي اوزير اللي تشوف داك الشيء اوزير راه شي لعيبات اللي كندوي عليها العيشه، انا كندوي على هذا البلان هذا. دونك انا راه اي حاجه كنقولها اي طرح اي كلمه كنقولها، دونك راه يا اما كنكون عايشها يا اما كنكون باغي نعيشها، يا اما شي حاجه انا غنديرها كنفكر فيها دونك هادشي اللي كاين. انا ما كنشيش كنكتب شي لعيبه هكا، هذا هو البلان. دونك عشت مع الناس هذو العيشه هذا بحال هكا، خلوني انا نحاول انا نلقى راسي من على برا فهمتي، باش نجيب راسي من برا ماشي نجيبو من هنا. دونك هادشي اللي ما يصدقنيش بري
دابا حاليا كنلقى راسي انا دايما على برا كندخل المغرب بشويه بشويه، وكنتعرف في المغرب بشويه بشويه، الاعتراف على برا ما بقاش سهل، انا نلقى الاعتراف هنا في البلاد فهمتي. هنايا كاين اخويا المحصوبيه كاين شويه ديال بلا ما ندوي على المحصوبيه والزابوني وداك الطبق صاحبي وداك فهمتي، هذاك الشيء كامل تخطيته ومشيت قلبت على راسي برا ديال البلاد. هذا هو يتوب 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 يتوب. دابا بزاف الناس غيسمعوا هاد الهضره غادي يقولوا مثلا علاش ما الوازيني يعطينا راس الخيط مثلا، كيفاش واحد الارتيست اخر حتى هو مثلا يمشي في هاد الطريقه دي حتى هو يخرج لبرا ولا يلقى واحد الفيت برا اللي ممكن يمهدلو الطريق خاصة أنا ديما كنقول راه ماشي غير في الموسيقى، راه في أي حاجة، أي حاجة عندها علاقة بالحياة ديالنا ولا أي عمل حنايا فهمتي مقبلين عليه ولا أي مشروع كيما بغى يكون يحتاج أنك تريح وتخطط ليه فهمتي. وهذاك التخطيط وأنت كتخطط خاصك تصبر في الخدمة اللي خططت شي لها كاملة، تضرب فيها غتاكل فيها العصا غدير بزاف ديال الحوايج، ولكن تاخد فيها في الأخر ديال داك الشيء غتوصل لهذاك الهدف اللي بغيتي، وأنت ما وصلتيش ليه غتشد أنت غادي كتحاول توصل ليه وغتوصل لحوايج أخرين في طريقه هو. دونك غتروح شي حوايج كتخدم عليهم كاع ما وصلت لهم وما وصلت لحوايج أخرين، كاع ماكش مبلاني عليهم كاع فهمتي. هادشي شنو الطريق؟ يتوب عليك. دويتي دويتي كاينه كاينه جبتيني فهاد الهضره، حيت ما كاينه حتى شي لعبه سهله ولا فهمتيني تغش. صراحة مش كاينة شي حاجة سهلة صراحة. وبعدا كاين زائد أن لونشارج اللي كتكون عايش فيه فهمتي، هذوك الناس اللي كتكون عايش معاهم حنا كنعرفوا بعضياتنا، حنا فهمتي حنا كمغاربة ولا حنا حنا راه واحد فهمتي، حنا كاملين واحد عارفين بعضياتنا عارفين العقلية المغربية كي دايرة. دونك كتكون مع واحد الجماعة ديال الناس واحد الخلية ديالك، دونك كتكون واحد كيكون يعني كيموتيفيك بحاجة، هذا باغي حاجة، هذا كيكون حاجة، هذا كيكون حاجة، هذا كيكون حاجة، ولكن كتلقى واحد الناس وسط من هادو كيقولوا شي حوايج اللي هما كبار من داك الشيء اللي عندنا حنا، ولا كبار من الامكانيات ديالنا، ولا كبار منك انت كاع فهمتي. دونك ملي كيقولوا فوالا خاصنا نديروا بحال هادي، كتولي انت يا اما كدير واحد المجهود باش تخدم على هذيك الحاجه، او لا كيحطموك واحده من الجوج. دونك انت ما خصكش تحطم تما، دونك انت خصك تقلب على راسك وتخلي راسك في ديك الحاجه اللي انت قاد عليها فهمتي، ما تبقاش تقلب على شي حاجه بعيده عليا انت. هذا هو العيش اصلا، يعني اي واحد خدم على راسه اخويا فاش ما كان غادي يوصل، ما يكونش ليا لا حقه علاش الاخر شحال هو كيدير، اه شحال هو كيدير ما كنتفقش فهمتي. كاين شي دابا كنقول لك على لي زاجي في هذا دابا الموسيقى ديالنا حنايا خصوصا حنايا الروك، ف كتلقى الدراري دابا كيديروا الموسيقى واحد الاعوام واعوام وما داروا والو، ملي كدو معاك تقول انا ما درتش والو انا ما دار، لكن ملي كتريح بها كتلقى هو شنو كيدير، كتلقى انا قريب راه دار هادي دار هادي دار هادي دار هادي، ولكن ما كيكملش ما كيستمرش فهمتش، حتى كيضرب لي واحد الطراك كيزيد يزيدوا مثلا واحد الطراك الاول ضرب لي مثلا 5000 ديال الريال، الطراك الثاني مثلا ضرب لي 6000 7000، ما كيقنعش بها كيقول لك انا ما كيتشمسكوش ليا، ورد زادتو 2000 ما حش بها فهمتي. صافي كيبقى كيبدا يفشل وكيبدا يرجع مع الشريان وكيبدا يقول مال الاخر كيضرب مال الاخر كيدير مال الاخر كيدير، وكيولي تشوف الاخرين كينصار راسه هو ما كيبقى داير والو. هذا هو العيش الصعب. ابار على انا ما كنهتمش يعني عشان انا كنت بهذا العيش هذاك ما كنهتمش زعما كان بالموسيقى ديالي، واخا هي كنحس بها بحال شي ولدي زعما كان انا حطيته خرجت واحد التراك في راسي في هذاك التراك، ولكن في نفس الوقت ما كنتش كنهتم به فهمتي. كنت حتى كنبارطاجيه مع صحابي كنبارطاجيه مع ذوك الناس اللي عندي كنحطه في الفيسبوك صافي سالينا فهمتي. اه كان شي واحد اللي كان كيقول لي شي واحد سبونسوري على التراك ديالك سبونسوري هذا باش لعيبه، كان كيجيني في شكل شي يقول شويه لاباس هذا فهمتي، ولكن فهمش بلا راه اوبليجي خاصك ديال الصاد هادشي هذا فهمتي، اوبليجي ولا هذه هي ولات الموسيقى ما عندها علاقه بالكوميرسيال، دونك خصك تكوميرسيال هذيك الموسيقى ديالك هذا هو الريت. دونك انت اللي خدمتي على الموسيقى ديالك راه غتوصل، ما تجبوش ليا دويتي دويتي والله تعجبتني هاد الهضره كاينه الواقع. شوف بالرجوله عطيتي لبنادم الواقع خاصك تكمل، لان فري شحال من واحد تيكون مثلا انا 20 عام وانا كندير شي حاجه ولا انا عندي كذا، ملي كتقلب فري كتلقى اولا كانوا بزاف ديال الوقفات، اللعبه الثانيه كتلقى بان شحال مره ما تعلم حتى لعبه جديده، بقى تيدير نفس داكشي اللي بدا تيدير اللي بدا في 2007 وما بتبدلش. فري فراك ديما كيبقى عايش في داك الدور ديال الضحيه وكيبكي انا ما كيسيبورتامنيش انا ما كيبارطاجمنيش انا ما كيديروش ليا انا ما كيديروش ليا فهمتي. صافي فاش بقى بحال هكا كدير مجهود طبق البيبان عطيه لبنادم، واخا بنادم كاع يقام معاك يقدر ما يجاوبكش يقدر يقرا الميساج ويخليه، ولكن راه واحد اخر غادي يقراه وغيكون في داك الحس ديال الحس الفني ولا الحس في التراك ديالو بغا يبارطاجيه فهمتي. واحد المهم انت وزهرك تقدر تتلاقى مع هذا هنا واحد يفهمش انا خلق واحد يدير، ولكن انت في الطريق راه ضروري محتاج داك الشيء، راه حيت خلي انا ما نجبول لك هذاك الحيط سكان انت غادي هذاك بوحدو فهمتي. هذا الحس الكبار ما عندوش علاقه بهذا الشيء اللي كنقولوا عليه هنا، دابا كنقولوا عليه باش تصنع الدماغ ديالك ماشي خصك تاكل العصا، اما الحس الكبار هو غتمشي غتقول لك دير شي حوايج اللي انت ماشي هو انت
فتولي كتلصق بشي واحد بشي حوايج باش انك توصل لشي حاجه بالهدف منه، فهمتي؟ تولي كتلبي ليه هو الطلبات ديالو باش دير، باش يلاه هو تبان قريب منه ولا تبان انه غير بارطاجيك ولا غير شي حاجه، شكرا له في الحزب كافر مش هسه. اما انا شحال هو ديالك انت، هو انت وانا هو راشي ثبت المقاومه ديالو داكشي اللي انا عليه، دونك غنخرج اللي بغاني راه بغاني، اللي ما بغانيش راه ما بغانيش، ما يمشي لهاش. مسكين الراجل دابا. واش الوزيني كيلقى شي سيبورت من لونطوغاج ديالو ولا كيدير داك الشيء الصراحة وماشي يرتاح فيه هو؟ الصراحة دابا أنا نقول لك لونش راج ديالي اللي كنمشي ليه هو دربي، فهمتي؟ دونك أنا داخل الشيء الدرب عندنا، الدرب عندنا دايرين بحال كلشي هما التيم ديالي، فهمتي؟ الدرب ديالنا كامل بحال التيم عندي، فهمتي؟ ما يمكنش غتلقى شي واحد من في الدرب عندنا، يعني أنا كدويك على الراج ديالي، فهمتي؟ ما تلقاش شي واحد في الراج ديالي من العشرينات حتى الثلاثينات 35، ما تلقاش دير لي ابوني، ما تلقاش كيتفرج، ما تلقاش كيخلي لي كومونتير، فهمتي؟ مستحيل اللي بالدرب عندنا تلقى شي واحد بحال هكا. دونك كاين شي حاجه في الصباح نخرج بها كنتلاقى مع الساط، شنو درت هنا، شنو دار هذا، دونك كيدوي معايا الدراري على داك الشيء ديالي، فهمتي؟ دونك عايشين مع بعضياتنا هنا، شوف شوف خصك شوف عارف الشعبيه كيفاش الله عايشين مع بعضيات، دونك شي كيسابورت شي، فهمتي؟ ما كان معروف عليهاش. شي ديال الساط، فهمتي؟ شوف شوف تحية لواد الدرب بالراس ولا كاع ولاد الدرب، فهمتي؟ يعني العزل غادي بصات اي ارتيست ولا ماشي غير ارتيست، اي واحد كيدير اي حاجه، اي حاجه كديرها الا ما لقيتيش الدعم من دوك الناس اللي قراب لك، هذوك الناس اللي قراب لك ديال بصات، فهمتي؟ الا ما لقيتش خدمه من الدعم كتكون انت ديجا بادي خاسر، فهمتي؟ ديجا بادي خاسر، ما انت الديبار ديالك بادي خاسر، هما الاولين هما كيدعموك، كتحس بان الناس باغينك من الديبار، كتحس بان عندك شي حاجه، فهمتي؟ من الديبار كتحس انك عندك شي حاجه، دونك حتى كتبدا على الاقل ما ربح شي رابح، كتبدا معادل بعدا كتولي كتقول انا باغي الربح، باغي الربح باش نوصل لواحد الناس اخرى. اما انا دعموك ديال بصح الدرب عندكم لونشوراج ديالك العائله كذا والناس اللي كتعرف، صافي استاذ راه لقيت شي نتايا ديك الدفعه الاولى راه لقيت شي، فهمتي؟ صح، حيت في المرة الأولى كتكون كدير داكشي على ودك، واني من بعد كتولي كديرو على ودهم، فهمتي؟ يعني كتلقى واحد الناس سابعينك وي بالأمور. شوف استاذ انا نقول لك دابا واحد شفت انا دابا كاين عندنا دراري ولاد الدرب، فهمتي؟ دراري ولاد الدرب خدموا معايا استاذ 2000 و2010 2011، فهمتي؟ صوروا معايا كليبات 2010 2011، دونك هادوك الدراري كبروا دابا، هما نيت اللي كندوي عليهم دابا، هما تزوجوا عندهم وليدات وكذا، وكاين اللي باقي ما تزوجش كل واش شنو كاين، وهما نيت دابا هما باقيين دراري عشراني دابا، بحكي لك معايا شنو هو الجديد في السكنه قبل ما يخرج كذا، فهمتي؟ علاش كنقول لك انا صافي اللعيبه اللي راه عايشين كبرنا مع بعضيات، احسن حاجه احسن حاجه بيس ليهم كاملين. راجل عز 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 من الحمار عز توبي توبي توبي. لما كيتمزك الوازينه شكون هما الناس اللي تيمزكوك، شكون هما الناس اللي كيعجبوك؟ صراحة اخويا كنت مزك انا كل شيء، ما غاديش نقول لك لا حد ما كنسمعش لهذا، ولا كنت مزك في كل شيء، اي حاجه جات في الطريق راه كنت مزك، راه ملي كندير كندخل اليوتيوب كندير طوندونس كنطلع كنبقى غادي سارح، فهمتي؟ كنسمع العيبات كيبارطاجيو معايا الدراري، شو سمع هذا شو سمع هذا، الدراري اللي كنعرفهم كيتلقوا لي سمع اطراف سمع اطراف، ما كنتش نصدق اي واحد، فهمتي؟ ولكن زعما كاين ماشي شي واحد اللي حاطهم في بلاي ليست ولا شي لعيبه، فهمتي؟ دونك ما عنديش بلاي ليست انا اصلا، فهمتي؟ كل مره كنحاول نسمع شي حاجه جديده، كل مره كنحاول نسمع شي، ماشي غير في الراب، كنحاول نخرج على القوقعه ديال الراب، نسمع اي لعبه ان شاء الله، شويه راك عارف الراس يعبر شويه، وتعرف من هنا ومن هنا وتجر، وتما فين كتجي هذيك الالهام ديالك من هنا ومن هنا، كتشد شي حاجه كتعجبك كتقول فوالا هذه 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 هذه، كتلقى راسك شفتني. الى سولناك مثلا تسمي ثلاثه دروابه اللي تبغي تخدم معاهم، ثلاثه دروابه مغاربه، تقدر تسمي شي ثلاثه اللي تعجبوك وتبغي تضرب معاهم شي فيت وتخدم معاهم شي لعيبه؟ ديجا كما قلت لك دابا الصاد، قلت لك دابا انا كاين الناس كنسمعهم كيعجبني الهايب ديالهم كذا الى اخره، فهمتي؟ ما كاينش في الفافور ولا البلاي ليست مش لعيبه، ولكن شوف الصاد انا عندي واحد الناس اللي كنحترمهم بالضمير، فهمتي؟ كنحترمهم ديال بصح، فهمتي؟ كنسمع شي لعيبه ديالهم واخا كتكون ناقصه، ولكن كنحترمهم وكنقول هو راه هو ناضي، فهمتي؟ ابار على اللعيبه هو كارتيست هو ناضي، فهمتي؟ انا الصاد اول واحد نقدر نقول لك، وفران نقول لك اول واحد انا بعدا كيف فهمتي، انا اول واحد نقدر نقول لك ديزي دراس، فهمتي؟ نقدر نقول لك سمول اكس، موبي ديك الموت، شوف فهمتي؟ تحية الموت ها
هادو الصاد هادو فهمشي هادو كيبانوا لي مش كيبانوا لي زعما انا كنحس بهم في اي تراك كنحس بالراب في هذاك التراك فهمشي مش سكر غير كنحس عندهم بيه مخيم. كنحس بارا الصاد هادشي اللي كاين شوف الدراري اللي عندهم في الراب المغربي لا بالرجل سميات سميات ناضيه فهمتيني شار اوت دي زي وسمول وموبي دي لا وخارج المغرب واش كاين شي سميات اللي كطمح انك مع الوقت ربما تخدم معاه بما انك انت ديجا خدمتي مع بزاف ديال الدراري من بلدان مختلفين؟ الصراحة أي واحد الصاد غادي يقدر يزيدني فهمشي يعني غيزيد الكارير ديالي غيزيد بيه لقدام أي واحد الصاد راه غنبغي نخدم معاه ما كاينش شي واحد زعما معين ولكن راه أي واحد غادي ينفعني راه مزيان أنا اللي غنخدم معاه فهمشي خاصة يدوز هذاك الفينال نكون نحس به دونك كما نقول لك دابا مثلا شحال اللي فيش هذو اللي دويت لك عليهم دابا دونك هذا ماشي شي واحد دوا مع الاخر عيط ليه قال ليه فلان هذا غادي تمشي دير معاه فيش ولا شي حاجه لا دو حنايا 10 دراري فهمشي 10 اللي كدوا مع بعضياتنا شحال حنا كندوا مع بعضياتنا اكثر من عام اكثر فهمشي البلان كل مره كنقولوا خصنا نديروا شي حاجه خصنا نديروا شي حاجه فهمشي عندنا نفس الافكار عندنا نفس التوجه كندوا على نفس الحاجه كنبقاو نناقشوا نفس الحوايج دو انا كنا علاش ما نناقشوش هذه يعني البروجي الاول كنا علاش ما نناقشوش هاد اللعيبه هذيك هذا كيفاش نديروا لها البلان المهم لقينا لها بلان حطينا البلان الاول ما كاينش الفرق بيناتهم بزاف يعني هادشي كامل كان قبل رمضان ما كاينش بيناتهم بزاف الشهر ديال قبل رمضان ما كانش بيناتهم بزاف صارت الاخر حتى هو لقيت بلان اخر وانا خدام في البروجي الاول طاح لي البروجي الثاني في دماغي وانا اللي قلت ليه الصاد واش نخدموا على هاد اللعيبه بحال هما قال لي فوالا هي اللي كنا خدامين على هانيش صافي وضربنا فاس اهم حاجه هي انه يكون هذاك التريننج جديد ماشي شكونوا نتوما بشوش عندكم نفس التوجه وكل واحد تفكروا في الضرب فيش ماشي في الضرب فيش مثلا المغربي ممكن ان تقدر معاه فهمتي ضرب فيش ويكون كلاش ويكون ايجو دريب ولا شي حاجه فهمتي ولكن الا كان اخويا غادي يكون خارج المغرب ما خص يكون مقطوع مشى الله يكون هذاك الفيش عنده معنى فهمتي مش انا غادي نجيب واحد من واحد البلاد اخرى وغنجي وغنبدا نقول غنبدا نسب واحد المغربي عنده موسيقى ديالو فيها واحد المشكل بالنسبه ليا ولا عنده واحد الحويشاج في الافكار ديالو يعني في الموسيقى غنبدا نسب فيه وانا جايب واحد اخر باش يعاونني عليه فهمتش علاش كيفاش دونك خصني نكون هذاك الموضوع هادشي انا شخص اي واحد اخويا غير يدوز هذاك الفيلينغ فمرحبا على الراس والعين عايش كاين لا بلان هضره في المستوى كاين اي واحد يقدر يضيف شي حاجه للكارير ديالك علاش لا فري اي راه واحد كي تيقولوا وين ربح ليك ربح ليه بلان ادور بلانس يتشاب 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 العز شكون هما الناس اللي انسبيرا وزيني الصراط حنايا تانسبيرينا راه قلت لك امتى بدا فهمشي 2009 2010 فهمشي هنا في المغرب هنا في المغرب مسلم وطرامبيك فهمشي هادو راك عارف العربي كذا هادو اللي كانوا بداو هنا فهمشي شويه كازا كرا وكذا هذيك الساعه راه بدينا حنا ولكن في نفس الوقت كانوا هما فايتين فهمشي هادو هما البلان بالنسبه على كاملين فهمشي امين 50 سنت فهمتش داكشي كامل داك القديم كامل كاع داكشي اللي يلاه كلشي تاسبير انا من سمعنا تمزكنا مزيان هذاك العيش وحاولنا اننا نديرو بحالهم حاولنا نقلدوهم حاولنا نديرو بزاف ديال الحوايج وداكشي باش صنعنا راسنا فهمتش داكشي باش طورنا راسنا وبقينا غادي كنطورو بشويه بشويه تخرج بينا هادشي اللي وصلنا ليه دابا هاد رمضان هذا واش الوزيري خدام على شي لعيبه وهادو البروجيات اللي دويت لك عليهم الصاف هما اللي خدامين فيهم دابا دابا هادوك اللي قلتي خلاص هادوك ديجا واجدين ياك هادوك كتفكروا غير فوقاش تحطوهم دابا دور بلا اللي دويت لك عليه قبيل الصاف قلت لك دابا ما بقاش انك تمشي غتجيب ناس اللي مطار تدخل الاستوديو غتسجل غتخرج براد فهمتي دابا دور هذا هو الغلط اللي كنت طايح فيه قبل فهمتي طايح في هذا الغلط وملي كنخرج واحد البروجي كنلقى راسي هذاك البروجي كنصبو انا ب 20 فهمتي علاش كيفاش دونك لا دابا ولا كنشدو الطراق كنخدمو عليه حتى شكون هما فهمتي فين غيتبارطاجا شفت شنو غيطرا فهمتي دونك كنخدمو عليه كامل يعني كندير واحد الدراسة كاملة داك الطراق باش ما يخرج يلقى يعني يلقى واحد شغل نسميو واحد الطراق فين غادي يمشي فهمتي الطراق غيمشي على كتكون عارف داك الطراق شنو غيدير قبل ما يخرج كتكون عارف الطراق شنو غيدير هذا هو البلان شي قد ما كيكون هذاك التراك يعني كتوجد ليه مزيان قد ما هذاك التراك كيمشي مزيان
يتشوف يتشوف عاوتاني هذه مونطاليتي شويه جديده. قليل الدراري اللي كيخدموا بحال هكا، انه كي قلت الخدمه ماشي غير انك تكتب ولا تريكوردي ولا كذا، ولكن حتى داك التراك ملي تيوجد خاصك تفكر له فين تحطو، معايا شلمان وما شابه. كاينه هذه فوالا اخويا، هذا هو البلان. وهذه اكشن اخويا ماشي زعما كاين جديد، هذا الشيء كيخدموا به الدراري مش عارف بنادم ما كيبغيش يقولوا، باش كيحقد على داك الشيء ديالو هو الراس زعما، بحال هو بحال هو خدم لي غير هو، فهمتي؟ باش ما يستخدموش هاد باش ما يستخدموش هاد التقنيه هذه يستخدموها ناس اخرين زعما، فهمتي؟ خص يبقى هو الحافظ ديال هذيك التقنيه وكذا، وكل واحد عنده التقنيه ديالو. يعني ان شاء الله ماشي شي حاجه جديده زعما في الاطلاق. هيجاوب عليك هيجاوب. هذاك الشيء زعما اللي قصدت بها زعما هي ان واحد الخدمه اللي برو، فهمتي؟ يعني اغلبيه ديال الدراري ملي تبدا بنادم تيفكر تيكون كيرابي تعطي الجهد ديالو في الكتابه وما شابه، فهمتي؟ ولكن هاد اللعيبه نتاع التراك ملي كيوجد بحال بنادم صافي تيسالي معاه صافي اوكي. دابا كي قلتي انت كنت كدير من قبل وباقي بواحد العدد كيديرها، تيقصد يوتيوب تيحط في هذاك التراك، ومره مره تيبقى يضرب طليله في اشنو دار هذاك التراك، فهمتيني؟ ولكن لا، راه خاصك تكون باستيلو تراسيتيلو وعارف شكون هو الجمهور ديالك اللي انت باغي شحال وجدتي له لعيبات. كديرو دونك حتى التراك كتشوف علاش كيهضر التراك، شنو هو المحتوى، شنو هما الناس اللي غيقيسوا مع التراك، شنو هي الفئات اللي غيقيسوا مع التراك، كيفاش غنوصل لهاد الفئات، فهمت؟ هادشي كامل كيتدرس قبل ما كيخرج. يعني ملي كيخرج كيلقى يعني التراك هذا كاين شي تراك اللي اوبليج خصو يكون فيه كليب، ما يمكنش ما تفهموش، فهمتي؟ ما تفهموش بلا كليب. كاين تراك اللي اوبليج خصو يكون خصو يخرج، وخاص هاد الفئه ديال الناس يوصل لها، فهمتي؟ هاد الفئه ديال الناس ما غتفهموهاش. كمثال دابا قبل ما يخرج مثلا ما عرفتش سمعتي ولا لا، 1345 غرام قبل ما يخرج، وحنا كنا عارفين انه ما غاديش يدير واحد، ما غاديش واحد الارقام، فهمتي؟ ولكن كنا عارفين الفئه اللي خصو يوصل لها، دونك وصل لهذيك الفئه ولقينا هذاك التفاعل اللي حنا كنا بغيناه. يعني كنا كنضغطوا قبل ما يخرج لقينا هذاك التفاعل، والحمد لله داك الشيء اللي بغيتش انا خرج. لاحقاش هذاك التراك كيما تشنى كثر ما انا بغيت فيه زعما، كاين يخرج لواحد الناس فبغيت يخرج ليا انا، ما كنتش غنخرج كاع، ولكن طلعوا عليا الدراري التراك خصو يتلاح، التراك خصو يتلاح، فهمتي؟ ايتو بلان بلان بلان. وهذا الشيء هذا اخي هو زين، تعلمتيه مع هاد لابيل هذه اللي البرازيليه، ولا علمولك هذاك السيد هذاك الدون اللي هضرتي لنا عليه الالماني؟ صراحه الدون سايكو صاد عنده واحد الفضل كبير، يعني خصوصا في هاد الشيء ديال ديستريبيس، باش يعني بس الموسيقى ديالك باش تروج الموسيقى ديالك، بزاف ديال الحوايج عنده فضل كبير عليها. ولكن هاد الشيء هذا تعلمته مع الجي ال بي فور، دونك وسط الجي ال بي فور كاين واحد الجروب كبير دايرينو ديال لي زارتيست من العالم كامل اللي هما مسيرين معاهم، دونك كيجمعونا مع بعضياتنا وكنناقشوا الافكار ديالنا. دونك كل واحد كيقول انا غنروح هذه، غندير لها كذا، انا غنروح هذه، زائد انه كنبارطاجيو بعضياتنا هذاك التراكات ديالنا، فهمتي؟ كنناقشوا مع بعضياتنا افكار، دونك بزاف ديال الحوايج كيقدموهم لنا وسط هذاك الجروب، ومنهم هاد التقنيات هادو كيفاش غتخدم مع العمل القضوي ديالك، شكون هما الناس اللي غادي تستهدفهم، كيفاش غتقدر تستهدف هذوك الناس، واخا هما كيدويو على هذاك الشيء يعني امريكا اللاتينيه، دونك هما كيدويو عليها في البرازيل، ولكن انت كتاخد هذيك الفكره وكتطبقها هنا في البلاد، فهمتي؟ كيفاش غتوصل لها في البلاد؟ هادو هما لي نورم باش كيخدموا الناس في العالم كامل، فهمتي؟ كنا كنجيو حنا للمغرب كنلقاو عندنا واحد ماشي هو جهل، ولكن كنلقاو واحد لا مبالاه بالنسبه للارشيست، بالنسبه للكارير ديالو، فهمتي؟ هو دائما كيقول لك ديك هاد الناس هادو اللي كتلقاهم كيبكيو بعدا ملي كدوم معاهم، كيقول لك انا الموسيقى كندير الموسيقى حيت كنبغي الموسيقى، كندير الموسيقى. دونك انت ملي كتبغي الموسيقى وضحى شي كلشي على قبل الموسيقى، دونك ما بقاش الموسيقى بقى شي كديرها غير حيت كتبغيها، دونك ولات هي حياتك، هي الخدمه ديالك، هي كلشي، فهمتي؟ دونك خاصك تعرف كيفاش تجير هذيك الخدمه ديالك، خاصك تعرف كيفاش تجيرها، باش هي هذيك الحاجه اللي كتبغي انت خدام فيها، ملي تولي خدام فيها غتعطي فيها اكثر، فهمتي؟ هو العيش الصعب. لا لا دويتي دويتي دويتي، العز العز اخي الوزن العز. خويا الوزيني شي لعيبة شي إضافة شي حاجة تضيفها تختم بها؟ شي ديديكاس للدراري شي لعيبة؟ أخويا شنو نقول لك، تحية لكاع الدراري، فهمتي؟ جيت اليوم نبداو من ولاد الدرب، فهمتي؟ من ولاد الدرب راه بعدا كيما دوينا على هذا البلان، راه كاين عندي واحد الكليكة ديال ولاد الدرب بعدا كاين اللي فهمتي، حتى الكليبات ديالها راه كتلقاها معايا كتلقاها مواجدين، يعني كيجيو عندنا ناس باش يصوروا عندنا في الدرب ابار على الكليبات ديالي انا، شي ناس اخرين كيجيو كيبغيو يصوروا عندنا هنايا، المهم بلا ما نبداو نشوفوا السميات اللي جاوا صوروا في الدرب وكذا، المهم كتلقاهم كاملين واقفين معاهم، نقدر ما نكونش انا ونعيط لهم في التليفون الدراري راه جاي الدراري كذا سيروا وقفوا معاهم، غتلقاهم كاملين معاهم. هذه من جهه، ابار على الجهه هذه فبيت ريزيونيشيد ما نضرش بتها في الاول، ولكن ما دويتش عليها مزيان. بيت ريزيونيشيد هي واحد الكليكه ديالنا حنايا في البرنوسي، مجموعه كاع الروابط ديال البرنوسي، دونك بزاف ديال الروابط ديال البرنوسي،
بلا حساب ما نقدرش نحسبهم. المهم تحية الإمبراطور من هنايا، تحية شلافة والدراري يعني هذو كندويلك على المنبر الرسمي ديال البيتريزونيشن. دونك كاين عندنا الاستوديو هنايا ديالنا، الدراري كيتجمعوا مع بعضياتهم كيمشيو عند الإمبراطور، يعني لي زانستري موجودين، اللي بغا يسجل، اللي بغا يدير أي لعبة، الكليبات، المهم داكشي مع بعضياتنا، شي كنعاونوا بعضياتنا، شي كيعاون شي، وخدامين مع بعضياتنا كتشين، فهمتي؟ واحد كيعاون يعني كاملين دراري كيرابيو، يعني قاعد كاين هنا كلشي كيرابي، فهمتي؟ ولكن كنخدموا مع بعضياتنا كتشين. دونك شي واحد بغى يصور كليب راه ديجا راه تقدر تكتب بيت راديو ما يشد فلوتي وتبزك الفري ستايل اللي دار بين الدراري مع بعضياتهم كاملين. انا ما حضرتش ما كنتش ديك الوقت تسمع اللعيبات ديال الدراري ديال بيت رايز. دونك دايرين واحد كيفاش نقولها، واحد المجموعه اللي كنتعاونوا مع بعضياتنا وصافي. وهذا البلان هذا هو اللي كنتمنى في اي درب، اي حي، اي فهمتي، اي بلاصه الدراري تلقى واحد كليكه مجموعين مع بعضياتهم. هذيك الخليفه راه واخا فيها بزاف ديال السلبيات، ولكن راه فيها بزاف ديال الايجابيات اصاحبي، فهمتي؟ شنو هما السلبيات اللي كاينين هنا؟ يعني شي كيتشكى على شي، ولكن ملي كتشكى عليه راه كيشدك هنا وكيقول لك بور ونوض كاع راه خصك تخدم الصاط، فهمتي؟ ما تبقاش ناعس، غاتشمل حتى والو هاد الشهر هذا الصاط، شنو غاتبقى بارك؟ اجي الصاط واحد اللعيبه، فهمتي؟ يعني كتلقى بنادم كيحفزك الصاط، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين الصاط، ما كترش الشمال على راسك، ما كتبقاش غادي براسك، اي حاجه كديرها راسك، كتلقى الناس اللي كيتعاونوا معاك وكتشاحدوا مع بعضياتكم. ولا كانت فهمتي القلوب مع بعضياتها راه كتواصلوا كاملين، هادشي اللي كاين الصراحة. لاز لاز اخي الوزيني توب لي عليك بالرجولة، بارطاجيتي لعيبات ناضيا، اي واحد غيدخل سواء من البوبليك سواء ارتيست، كاين لعيبات اللي يقدر يتعلم وكذا. تنشكرك اخويا على الوقت ديالك، يتوب لي عليك ولا ما كان اخويا، وتحياتي للدار يشوف الدرب اللي